الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسوشر سورة النساء كسوشر وحين تشغني آيات الله بيطمناد وحين كقاضينا آيات صدح يطمناد من سورة النساء. الله وحيدي تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك تالا سو شيغي وحسوك لي أحكامتي كساب سنايد أغونتا أحكامتي قورر كساب سنايد أحكامتي دردارا كساب سنايد أحكامتي دحال كساب سنايد. حدود الله وإلهي حدود ديسي يعني وشرعية إلهي شرعية أو حدية حد أيالي. ومن يطع الله ورسوله ككستو إلهي أطيع ورسوله رسولك صلى الله عليه وسلم أطيعه يدخله إلهي وحقلنا إياه جنات شنوين بقلنا إياه جنات كاسو تجري أي أرد إيسو أما أي عرر إيسو من تحتها هوستيدا الأنهار دردرد أي عرريان يعني وإله دردر أه أكل الدون قار ملبة قار عاناء قار بيئة قار خمر انت أبو الله ينوشي خالدين فيها وحي لهي جنات كاقلين يا خالدين فيها حال لو قدري إني كواران جنات كقدهودة أيو لهي جنات كاقلين وذلك الفوز العظيم وذلك كالله سو شيغي او ان جنات كان لقليو لقنواريا الفوز وغوشي العظيم ويريد بضني الهي وحي نو شيغي احكام تا يا شرائع داسي ان يهين حد الهي حدي الحد نو على يراد الفاصل بين الشيئين وحي لبا شي كلا سوعا ليراد حلاشه يا حارانته وحي كلا سوعيا واحد لو قما جيدو حدكي ذنوب مخصوص كان لو استعمال شري عقوبة مقدرة في ذنوب مخصوصة عقوبة لقدره شرع قدري وشانقوي وأن لنا الزيادين لنا نقصامين والدنبية قارا لو قدري وكيف قهدوا اصطلاحا واستعمالا كتاب الحدود في كتب الفقه أما في كتب الحديث مركي كهض ليان وحيو بابيستان كتاب الحدود أيو بابيستان تاسي والدنبية قارة لكن معنى كواسع سنبا هدى اللوت شيدا وحلقت الماما إياه حلاشا إيا حاران تأكل الصوع إلى هاي كلا الصوعي إكلا حد دي أي حد لغو إطلاقيا شيء كستاء شرعه قدر معين أويالي أي وحلقت الماما يا حدك مركز سيدة قرآن كي حديث كأريق حدود قصة أرورا وكالدوين يهي سيدة اصطلاحا فقهد أي استعمالا أحكامتي الطلاق يضل لغا ورما يا حدود لا ينوشيغا أحكامتي الصوم يضل لغا ورما يا حدود لا ينوشيغا أحكامتي كساب صناد لحلكا يا أقومها يا دردار النضا يضل لغا ورما يا حدود لا ينوشيغا مركوا معنى واسعة كل ما حده الشرع أيكو دعيس تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ككستو إلهي رسولك سأطيعه بمعنى وحي أمرين فليو لينا ده وحي كرهبين كرهب تومو كتغه إلهي وحو قليل يا جنوي وحي إلهي لو أطيعنا وحو قهر يا توحيد كإلا لينا ده يا شركة إلا قطغه وحكسو كإيا دنبيا ذا كلك تغيتان كلك تغيين إلهي لو أطيعه واجباتك كلك توحيد كان هين كسو كإيانا فلين تلا فلين أيو الله رأيمان أيو إلهي لو أطيعه مركا عدي مطيعين نقطة إلهي أطيع ده اعتقادا وعملا حق عقيدة أهان يحق عمل أهان مدول با إلهي وأطيع ده يا رسول كيسا صلى الله عليه وسلم إلهي وحو قليل يا تشنوين دردر رضا سيا أي هو سيا عيان أي هو سيا عيان وحلوغة شيدا تحت قصورها وأشجارها تشنوين كهو سيان ماها دردر رضا تشنوين كمديه لكن من تحتها وحلوغة شيدا من تحت أشجارها وقصورها درت أي شندوا لها ذا هي جريها أي شندوا لها يهين هوستو ذي مركا دردريان وأي عيان الصبينيان دردر هذا سنة معها قارو حوى يقول لك شيء حي أو قال يا سيدة تجج الدنيا ذو الدنيا ذو شيحان أما دردر هذا الدنيا ذو أقول لك أقضان أنهارها من غير أخدود جرت
سبحان ممسكها من الفيضان دردر هذا جندو يدور دلك أين يقودين أي هذا نمرك السبين إيسا يا عيسى وحمرك حمان كدير إله كهية إنه يبرقضان وحان الله يقان دردر هذا الدنيا دو وحيو ياعي تشيرين أسعون تشيرين ماشي قدن دردر هذا جندو السلام ماها وعلى حسب اختيار المنعم روحا لو نعمي إلا جنيي إساق الدونيستي سيكو سعونيان إنتو الدونة يوحكا بضانا ومسا سعونيان إنتو الدونة يوحكا يرين مسا سعونيان ماشو الدونة إني مركا أراعيان فوق يدا جنضي ماشي الدونة لكوريان قدركو مركا الدونة أسعوني جناتك قدوه دي كواريان اللو قدري أبدا الآباد إني كتشران ونعمة مركا اللو نعمي جنضاء مرنبا مركا نعمة سيما باباي سمرنا مانيس وجنضوا أبدية يعني مد بابا يسمح وحيكمل تاني أشياء الباقية نقول يسوي جيد بتشريس مع ذلك هذانا لقصار مايو الروح لو عرنا يتشن ذي استجو قال دب لو جب حين يعني متشو منو صام يسو مدين ما يسو ما بابا يسو نعمة ده ما يرانيس روح قالينا لقى ما بحين يو لقى ما صار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم كاسنا وقول وين الدنيا ده وحيالي يرى لبوق ولا يستاهل إلى هذا فوز بو مركا يعني هلاي أما مركا حولها أنت اللي يبوك فوزي أما ما تحتني من نوع عاصة أما وحلا مدا أما امتحان بوك فوزي يعني فوز كوينا شهر بدني وكاتشنات كالبوق ولا يستو أي فوز كي ويناه وفوز أن خسارة كذب بيني أن نقصان كذب بيني أن دبات كذب إيماني تلك حدود الله قال سو شيغا لغا سو ورماي وحدود دي الهي حددكو الهي دغيوي ومن يطع الله ككستو الهي اطيعه وبمعنى وحو امري فريا ولي ما داه وحو كريبينا كريبتو مو كدهرادا ورسوله رسولك سنة صلى الله عليه وسلم اطيعه او وحو فري فرسومه وحو كريبينا كريبتو ما يدخله الهي وحو غلينيا جنات جنوين بو غلينيا جنات كاسو تجري أي عيسو أما أرديسو من تحتها هوستيد أي من تحت قصورها وأشجارها الأنهار دردردو أي أرديان أما إعراريا وحد جنات كإلهي قلنا يا خالدين فيها حال أي كواريان جنات كقدوه دا أي كواريان مركا يدخله ضمائر تلوع لنا يمنك مركي هروح على قردك أي مد مفرد أه أو ومن يطع الله يطع هو ذا قرصون وحيون نقول يسمونك وأنا ضمير مركا مفردة يدخله ضمير كهادنا ومفرد وكليب التلمامي خدنا خالدين فيها ومركا للجمعي صابت وحي تاي منبا وحي لاذا إلا باي اعتبار حقا أريق مركا لقائق ومفرد بايكتاي وكليب التلمامي وحقا اللفظي حقا معناها مركا لقائقنا عموم باي فايدين يسايو وحي كل عي سعيد كستو سداس أه مرك عموم هذا يفيد إنسان كمعنى ما حجارك قصوان مرك مرنا الضمير كوحلو إفرادي باعتبار اللفظي مرنا وحلو كمعنى يا ضمير كلو علينا يه باعتبار المعنى يدل إيجا يه معناها من إنه يهاي كمع خالدين فيها وحشنات كإلى هاي قلنا يا خالدين حالو قدرينا كواران وحال مقدرة حال مقدرة ومحي وارتان كي يقلن تواكل الضمبيسا أو وارتانكي دمرك اللي جب الساري ويا أبد الآباد أي تحققه بس قال أنت أي قالين وارتانكي مدعين وارتانكي والله حقه تدب كسو هلالية مرك اللي جب الحين ويا بقى اللي واحد من قالنا مرك عيد بقى أنت مالك شهادنا كبح ذا سوما شناتكي مرك اللي قاليو تدب أين وجب حين بحيث لا أنت أين تدب وجب حينين أي واحد حقيقه بين الكوارين مرك إذا وحي نقول إيسا حالة مقدرة وحرضة وحلو قيبية مقدرة هي مقارنة هي محكية أما حالة ماضوية يعني صدحها نوع بالله قيبية مرك اللي قاية حق الزمن كان وحانا غالبة حرضة مقارنة مرك وحي نقول إيسا مقدرة نقول إيسا وحي لهي جنات كقالين إياه خالدين فيها أي مقدرين الخلود فيها حالو قدري جنات كقدوه إنا كواران أي لهي جنات كقرني وذلك الفوز كان واقوشي كاكورينتي شرفت بضن له الفوز واقوشي العظيم وين ذا بضني ومن يعص الله ورسوله ككستو إلهي عاصية
ورسوله رسول كيسا صلى الله عليه وسلم عاصيا ويتعدى حدوده كقد بحدود إلهي كطلابة حددك إلهي بغي يدخله إلهي وحقلنا يا نارا نار بقلنا يا وحن نار تقلنا يا خالدا فيها حال لو قدري إنه كوار النار تقوده هذا أي إلهي النار تقلنا يا وحال مقدرة حان لو إفرادي هذا خالدا وباعتبار لفظي وله عذاب مهين وله حوصنا تي عذاب 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 كاسو مهين وحد اللين إياه وعكل إلهي نوشيق يا عدي إلهي رسول كيسا صلى الله عليه وسلم عاصدا حدود إلهي نكتل لو دا أكبد بتاه إنو إلهي النار قلين إيو النار تانا كوارين أهل السنة والجماعة وحيسكوا فقصين عدي توحيد كل متاه إن النار تأبد الأباد إن كوارين كل إباء مآل كودو إنو تشنقوا الضمبينا وحتى هذي النار قلان نارتكم وارياني مآل كود الدنبي كنو كدن بيني سياسي كل إجماع سينا على السنة والجماعة آياتنا هذا وحي إلهينا وشيغي عدى إلهي رسولك سعاصدي حدود إلهينا كتل لوضي إن نارتكم واري سأي إلهينا وشيغي على السنة سياسي كل إجماعين النصوص يأدل يدلي شنيان وحديث فربضن بسعر ورطم متواتراء وصحابة فربضان يسوور السي والشيغة يساعد أهل التوحيد إن النار تكواري دوري أعد التوحيد كل ما تأي النار تلقى الصبحين أيها الضيب النار تقلان تكلا آيات كقرآن كلفته هذا وحي الشيغة يعني قال لما وحي كسو كيو دم بأعد كل ما تاه إنو مشيئة دا إلهي هو سيالو سيد الله بقى آيات هذا السورة دا بحدة دا إنو قتك الدونا بايكو صارورين أو الله يلي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال لما وحي كسوك إياه عدي كل ما تيلاهي وأدافا عدو الدونة إنه أدافا يدافا دنبي قال لقد انتي أن لقد توبت كيرني هدو إياهي دنبي قال لما كسوك إياه ودون الكفر أه إنه نروح النار كوارين إما الشيء أدى إلهي الدونيست إلهي هو سيالو هدو الدونة إلهي عفيني وأنه نار بقلي أي آيات كتسلس مشي هذا إلهي بهوسي اللانا وحسيفة سريا حديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كصار أرطي أو كم دي هاي حديث كعبادة ابن الصامت أسوري مركا شنط الصلاة دود نبي الشيغة صلى الله عليه وسلم ومن حافظ عليهن فله عند الله عهد كي مركا شنط الصلاة دود إلالية إلهي أكتيس عهد بكليه ومن لم يحافظ عليهن شنط الصلاة دود كيان إلال روايات كقاركود وحي الشيغي ومن لم يأتي بهن كان شنط الصلاة دود ضائما فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه إلهي أكتيس وعهد يكم له بلانو إلهي وقب الله انقاضي نبت قليو إنو النار كبت بادي وقب الله انقاضي مهيسته إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه هدو دون إلهي وعذابي هدو دون وعفيني حديث كعين كاسنا وحديث صحيحة الإمام النووي وحورنا إياه الثانيت كلا الدوام بوحديث كاسي كالصحي ولما كلاو ساسو كلا صحيحيين واجران والشيخ الباني وغيره يقول ساسي صحيحيين أحاديث الشفاعة نواسوار ارتعد النار تقشا أهل الكبائر كين النار تقوارين انت المامي أو النبي قول صلى الله عليه وسلم يخرج من النار ناس من أهل التوحيد جد أهل التوحيد النار تلقصوا بحندونا حديث الترمذي وغيره سوري الوشيغي أحاديث الصحيحين كنا يتلماما يا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هيبا وحي إلى ذا وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى هيبا وحي إلى ذا عزة إذا يوين إذا كن نارت كبحي النار تكين لا إله إلا الله يريه يضعو قلبك سايكو سغنطة هاي قرآن شئ لم ميزان او إيمان قلبك سايكو شرتو كي لا إله إلا الله يري نارتا وكبحنا يا وكساريا مركا أدلة ساس قصة عروتي وحي عضينا إساء ذاتك أهل التوحيد كين النارتا كوارين أي عضينا هذا آيات داني أدلة لمتك أهل تلمام إساعيد مركا الدنوب ووين لطمئنا النار كواريس حالك شوابية سيدا آيات دا سورة دا بحدي دا إنو قتك الدون إن شاء الله تعالى
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. يسيرا آيات نكسها مرة في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك آياتك في آخر سورة البقرة نكسها مرة: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا دي الله لم يتكلم ولم يدو تشوابا بدن وكل الدوام بيكك تشوابان أهل علم قاركود وحي قارسيا تشوابايك تشوابيان سيدا دي الله الله كل من أيو أي كعضين أيان وكك تشوابيان إشكالك إلى تدبت تشوابود بيقارسيا تشوابها وحكم إذا هدين بعض كم إذا كافتون إلا يلاهذا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها آيات يا آيات كلمتك وحلو تشيدا عصيانك كامل كيدا ميسك تيران عدي لاتيمي عصيانك كامل كيدا ميسك تيران نوح النغنية قال لماذا النغنية قال لماذا أي النغنية كو إلهي رسول كيسا صلى الله عليه وسلم وحول بكو عاسيا لو تشيدا مركا عصيانك كامل كيدا ميسك تيران عدي لاتيمي وتوحيدك يوحي كسوك ييب إلهي كو عاسيا يقول وحي النقونا يان دقالا النقونا يانو النار بيكواريو أركا عسيان كيو حلوت شيدا بي عسيان كامل حلم إذا آيات دا سورة الجن كترتا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ولبخلوت كاو حلقو كيدي أبد وحان الله شيدا عسيان إلهي الرسول كيس العاسي أركا جوابت وحي تهي عسيان كي كامل كهي دميس كترنا اعتقادا وعملا الى هي رسولك العاصي وحق عقيده حق عمل كمد والبلغ عاصي اعتقادا وعملا الى هي رسولك صلى الله عاصي هديت اي واجبك او وينا توحيدك الى هي لو عاصي يا هديت اي واجبك كسوكيي الى هي لو عاصي عصيان كان دميسك تيران عدي لاتيمي او سدا كدمتي وحي نقنيسا غالو نار بين كوارس آيادها قار كودو كلنا هل كاسو كلوا مريين سيدة بلا من كسب سيئة وحاطت به خطيئته أو وحي لهدين من كسب سيئة لغو مدين إنو الدم بوين ليمي أوكلي لغو مدين قيد بال الراعي قيد كاسو محي وحاطت به خطيئته إن الدم بيدي سكو بابين ومال أبك بادي أين يتشرين إلا غفك هدي اعتقادك توحيدك أباقي يهي وحق عقيدتي أهل التوحيد يهي ما أحاطت به خطيئته دم بيدي ثم كوباب منفد باء باقية وحق قلبك دي اعتقادك توحيدك أغصقا مركا قيدك وحاطت به خطيئته بلواي مركا كا خطيئتي سوضا كوباب تيوحون نغونا ياكي قالكها وقاسوا بدباتي مجبتو إلا قلبك بكحل عشانيا أما قلبك حتى ككفرينيا يعني كفر أكبر بو حتى الله إيمان أيام تام عني هذا ماها كفر أكبر إنه كجاري هاي قلبك وكلية يعني وحوي أراهضة يفعل كي قلبك مدول بكفر أكبر وكرد عكرتا قفنا من لده وكجب حكرا مركا وحوي شوابتا سوا تاس وحي نقن إساء وعسيان كي كامل كاها عسيان كفر لا عسيان دون كفر عسيان دون كفر يما أهي وعسيان كفر أه وكي لباد وحلقات شواب إلا يلاهده ومن يعص الله ورسوله وحلقات الماما يا وصاب كان سنة سنارت إنو كواره حانا كرت أسباب يا موانع ويمكا دينو يقولون حقا دا حلقا آيه ده رأيكو ساب سنايين وحي كرت أسباب الإرثي وحل يلاهده أسباب تلسكو دحلو وحانا كرت وحل يا موانع الإرثي وحيا لي سورتا قد حلقي وقفك الروح ودحل لها ودي ذا يينو دحل تشوشي ودحلو ماني عودي ذا يا روح النغنية سيدا مركا وحوية اختلاف الدين ينوتشرو وحق الدين تأي كالدوني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أما قتل المورث روح بحل تشوشين لها ينودلو مثلا تصالها مركا وحوية وحلورنا يا ساسوك لا صاب كان سنة سنارتا إنو كوا ردن بيقى كبيرة دا وكل تيوائي هاي هدي ماني عودي ذا أنوتشرين معني أودي ذا يوام محي أصل التوحيد وينه هيسو الاعتقاد والإقرار أما بعبارة أخرى كفر أكبر وينه كمرين
وهذا كفر أكبر كم رأيهي ومانع خلودك أبديك أها أدير يوي جواب تسوى جواب آدي أضفي عن علماء قاركود نوام مرين جواب تسيك جواب آيات سورة الجن كترتنا وجواب مركب مناسب أه ويخلود كاس أبد باكو قيدا عسيان بان الله الشيء مركب عسيان كإلي هو في كامل كأها أما الذي هذا هو سبب مقتض للخلود لولا المانع مانعنا وحن نغنى يا أصل الإيمان الاعتقاد والإقرار أي نغنى شوابك العلماء وحي لادين وخصوص كآياتنا يا آيات كلمت كأيك كتشوابيان خلود كأبد أن لقو قيدين وإلا هي خلود أهل الكبائر لا خلود أهل الكفر أما خلود دون خلود وخلود كسوك يا خلود كي وينا خلود كي أهل الكفر غماءها قالوا واريتان كودي ماءها أي كواريين نارتا وحوي أهل الكبائر كواريتان كي نارتا كواريين وي واريتان كي قالوا أي نارتا كواريين ماءها ولا بخلود باكرة كرا خلود ناقصة إيو خلود كامل سيدة عسيان كبائن وقيبنا مركا وحال ورية وخلود دون خلود كما يقال كفر دون كفر مركا تاسنا وجواب صدح هذا اللي قد شوابي أدو أجوبة عن كاسيك قد شوابين آيادة مركا قتل قد صابصا شوابها وحكم دوا لو ذاكتا قار كودنا مركا وحوي لما وذاكتا مركا إن شاء الله هو أوتقدونا لكن تنقل صابصا وصاب مقتضي للخلود لولا المانع يذا لفتيه ده شوابي ونغنيسا شواب أي ونغنيس استحلال علماء كوحن بارتين واتشران ويلي هدو قتلق حلاشان اي ايا اللوغة تشيدا وحق كفرق يقال لماذا اتشيدي لكن علماء ده قاركود واتشيقا كما يرال لنقم المهم آيات دان لقام قادنا ايو دادكي اهل التوحيد كاها الدنبي قوين كبن تاي يقان كتوبت كينني إن النار كواريان أبد الآباد وأين يتشن مرن بقلينين سيدا يدونين إن يكدر يشدين قل يها اللومي قاركود ومعتزي لأي يكدر يشدين واحد دليل آية دعوه مجرور شوابها مرك الله يقول واحد دليل وقود شرا مجرور أدلة الشرع كان وحواجب إلا سوافت شيء الله يسوكيانه ومعنى سوافقيان وأدلة قيبنا عن كهر إمانين لما وضا وافقيسا وإن لقو حنباره مرك آية دهان إيا أدلة كلاين الشيغني وإن ليس لفهمه سيدا ليس لفهمه يعني وحي تاي وجه لقو تشبعين إيا إن لقو حنباره ولا يلي هدو آية دهان وحلوغة شيدا يعني وحوية واحد دي عسيان كي قال لماذا أهو ليما دو إلهي التوحيد كبكو عاصية رسول كيسا أما بلا يلي هدو وصاو المقتضي للخلود هدي مانع الديدان وتشرين لكن مانع الديدة هدو تشيرو الدلة كلا الشيغة يسينا النار تكواري أما خلود كمربا حارد بمدبا لغو حنباريا مرنا خلود كي أبديقا هبا لغو حنباريا مرنا خلود كسوكيا يواريطان كسوكيا لغو حنباري والجبال الخوالد مركا اللي عربي أهان بورها واريا إلا ما تشاهده بوره إنا مرنا بزولي وبوره أبدا الآباد ما واريا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يعني وحلينو الشيغي بورها إلا فتشير أيوه ومركا دمنا مركا أي بابا أيام أي أدلة دونو الشيغت مركا الخوالد مركا الليلة وحلو الشيدا قبل يوم القيامة انت قيامة كهر ريسي وار أيام بالو الشيد لكن وارتان أبدي أول يقود بتشير أيام معها إن أي بابا أيام بالينو الشيغ مركا خلود كي وحن غنى يا خلود ناقصة مرنا وحود عيا خلود أبدي الله وحيولي ومن يعص الله ورسوله ككستو إله عاصيه ورسوله ورسول كيس صلى الله عليه وسلم عاصيه ويتعدى حدوده كطلابه وكقدب حدود إلهي يدخله إلهي وحق لنيا لبدا موضع يدخله أي كسار ورطي آيادا يا آياد دهور قراد قاركودنا وحي أخرين بالياء قراد قاركودنا وحي أخرين بالنون ندخله يدخله أي لبدا موضع بالآخرين ولا بقراء السبعه مركا وحوي معنى أهان مرنا إلهي باقلين يا اللوت شيدا مرنا وحو نغن يا إن لوغت شيدا ندخله أنك قلين أنك قلين وحو دعيسة دي إلهي نقلين مركا معنى وإسلكيون يدخله إلهي وحو قلين يا نارا نار بقلين خالدا فيها وحو نار تا قلين يا حال لو قدري إنو كوارا نار تا قدهيدا أيو إلهي نار تا قلين يا كعاصقة عصيان كرنا ميسك ترليني
وله عذاب مهين وله وحوسنا ضي عذاب 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 كاسو مهين وحد الليلية. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي هو دمر كاهاي يأتين الفاحشة ليمي الفاحشة دنبقي حمال ليمي دنبقا حن وحلوتشي ذا الزندي أي اللوتشي ذا من نسائكم حال يدمر كينا كمديهين فاستشهدوا عليهن مرخاتي قلية كركودا أي على الزناهن زندو دا وحا مرخاتي قليسان ومرخاتي وقلقتان أربعة منكم أفر إذن كمدا أفرن ومؤمنين تينا كمدا فإن شهدوا هذيك مرخاتي كعان يعني مرخاتي هذا أفر تأور رادية هذيك مرخاتي كعان مرخاتي هذه أفرت هاي مؤمنين تهاي عدوشها إن الزنا دي أركيين أي الزنا يستين دمر كاسي فأمسكوهن كهي وكقبت دمر كا وكحبسة في البيوت قريها قدوه ذا كحبسة يعني كحر وكهي يعني كصبحين حتى يتوفاهن الموت وحقريها كحبستان حتى يتوفاهن إلى أوفسنا أيوه أو دلايه الموت أي ملائكة الموت ملائكة جيرد أي دليسو أو يجعل الله أم إلهي ويليه لهن يغى سبيلا ودأ ويلي لبضهم من إلهي الدعضو يعني قريها كحب سوداية وينك صبحي والذان لبضي يأتيانها الزناد الليمي ننك يقبرد يسكسنا يستي منكم حال يدنك يدن كم ديهين فآذوهما دبا يعني وحلقوا دبا إياه عنانتا إيا الدقال كلا الدقال أيه أيه مركا لقوا دبا أما والذان اللبضي النن أي يأتيانها فاحشة الليمي واللواتك ستقي منكم حال إذن كإذن كمديهين ومؤمنين تين كمديهين فآذوهما دبا يعني مركا عنانتا لعنانان أيه أيه مركا لقوا دبا العيبين فإن تابا هدي أي توبت كينان وأصلحا أي هقاتشيا عمل كودة فأعرضوا عنهما كتشي استحقودة إن الله إلهي كان وحوى هذي مروى البنيهي توابا متوبض أقبل بضن رحيما مدن حريص بضن بو إلهي هذا لبضن آي دود وحي كساب سيهين زندي أي كساب سيهين دم بيقى فاحشة اللي يلاه دو عدي اللاتمي فاحشة وحي نقون إسا الزندة القرآن كمرك فاحشة لينا وشيقا أيو غالبا وحيوصى عرورتا اللوغة تشيدة أما الزنة أما اللواتك اللوغة تشيدة إسو تقى مركا عن شرعيقا أهين إحاران تا أي الله استعمالا نين يقبر إنا يسوقو تقان سحاران أي سوقو تقان أي وحا ليلة ذا فاحشة أما اللبنين أي سو تقان أي وحا ليلة ذا فاحشة أي ليلة ذا وقتي هذا قار كود إلا قعمي مؤو اللقاء بلارينا وادع ذا والفواحش لغو اطلاقو دنبيادا آدكا اوحن حن كبائر تا لغو اطلاقو تاسو حوية وادعضا تاسو وادعضا انا مركا سلاس اتماد مركا حدكي الزندا انتا الله الشرعيين ايا الله بدن آيات سودقين مركا واحد دنبيسي آيات سورة النور خصوغان آيات دنبيسي الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يعني ننكي يقبرني السنيستي إلا تشاهدلو بقول تشاهدل بقول تشاهدل إلا تشاهدلو أي آيات سورة النور شيقيس مركا آيات سين تيني سودقين واحد سودقين لبضان آيات بس سوهر ريو سودقين دو مركا هدهي زينيستان والسيناد كو عداتو إن قريها لغو حبسو لغو حراء يا الأمر وقريها أيني كسو بحن فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا واحد قريها كو حبستان إلا أي كرد من أيان أما وحوي إلى هاي ودو يليه وددو إلى هاي يليه وحلو غتشي إنه سكر الشرعيين يعقوبه لو عقابه يحد أين إلى هاي السودج لبضا مد إلى إيه دعيسو قريها كو حبسو قريها كو سبنا دانو يعني كبحين آيات دي حد كزنا ذا الشيء غي سيمرك السودج تي وحو النبي قول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا وحريقا قاتا قاتا بولي إلى هاي وضو يليه البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام هدي وحوي اللباء انقور هر الصمرني عيسكسين استان وزين السمايان عقابته وحي تهي
إن بقول شيء هذا لم يدول بلغوا دفته صندناه لما سافريه آيات واحد شيء كتب بقول كشيء هذا نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كي سوحة وكدري إن مركان لما سافريه صند أي مركا كدري مركا وحوية وزيادة كسر أرطي دي أدلة كسر أرطي مركا وحي نغنى يسيني حد كميتها لبضى صوت السعودة حد إسلاءه وعكال النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم يعني لبضي مركا قور هر الصومر يهدي أي زنيستان إن إيقان مركا بقول تشيدنا لتشيد لا إيوه إلا نرجمني والصيب بالصيب يجلداني ويرجماني يعني وحوية والله تشيد لي وانا لرجمني مركا حديثة قاركود وحي كدر إيساء تشيد لي الرجم لبضى إلا سرعيني أدي لذا قاركودنا وحي كسار ورطي لبضي قور هر الصومر أي إذا بدنا الزنايستي إن مركّل الرجميه ورجع حلو قديم صحابة قار كود الزنايستينا أقول هرا صومرتين النبي صلى الله عليه وسلم وأمرين للرجميه واحد شهد لنا اللي مش يدين وعكم إذا حديثة سداس شيء إذا حديث كي خصاب سنة ماعز صحابي اللي رنشري ماعز أي الزنايستي نن هرنا أقول الصومري بوأها أري اللي هنشري مركّس النبي قوي من صلى الله عليه وسلم إذا بدنا الزنادي بقرطي نبي وكوع العليه هذا الكا مربى وحوية لعلك قبلت أو غمزت أما وحلم إذا أيوم مربكوي وحلق يا با وحي الزنادة كالسكية إنها تسمعي الصي وأنا الزنادي وينيت كل عين بعد عكرتها هذا مروى البوح لها مايا مايا وحن لايم الزنادي حتى وحكوع لأبيك جنون موالبا كوصوغا مركسي أمي مركسالي موحوي عبي الصحابة قار كودبا أرصدي دبنا وحي لها مايا وحي معبين والزنادة ما قرأي سابولي مركز سعر هوا قرن إياه يعني احتمالات كنوع عاسو حوس أرورين إياه ونك وقوع العلين إياه بل إن بينه كنوع قضاء إقرارك الصريح الزنا ذا قوة إنه كلابته وقف قدام بالزنا قوة هذا دو مركز حوش يقو أو قرته علماء قاركود واحد يلاهدين احتمال تلقين القصة ما إياه إن لويرة المامو سيان صريح هاي لأنه مركز هذا الكوي يلاهدو أيام مركا وحوية في عن سوى حوية إقرار كيس وقال نقضه وهي هذان مرخاتي مركو فرين تروحي وحوية عدين دبتك قتني مركا كم دعين ووحن يسق أفكيس كحصلي أفكيس وح كنا عي مر هذي طاينا حقوق الله وحي كصاب صن إقرار كصاب صن هذو كن نقضه لو حل الراعي ما يو فرها لك قاضية لكن حق آدمي أقرتي يض السنبا وقام حلو سوى عقلي في سودة ما يستري هادو حق آدمي قرطو واسينا وكاقا ما هادو مرادات قرطين نلاني كاسارنت يا واسكتو القاد اسكتو القادمي على مضواته إلى هذا حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة وحقوق الخلق مبنية على المشاحة والتضييق حقوق ذا إلهي وحي كل صنطة هاي عفين يسامحات يفضايدين حقوق ذا خلق وسوى حي كل صنطة هاي أتكين لا أتكين ساسي كل صنطة على كل حال مركوكو أتكي استي ماعز نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى رجمي سيدي ما لقصه رجمي وكذلك حديثك كلا شيء وقد يا أنيس إلى امرأتي هذا فين اعترفت فرجمها أنيس ننكا حاسكي سأطق أو سو أفقاده سو ويدي هذا الزنا قراته سو رجمي إن أمباوح قرطي ويري ننكا وحوي قبرنا وقبوا أي أنكسنا يستي قبرنا يا ذو حمقرا إن أمبايري وأنكسنا يستي زنادي سي اسغا وا سغناتو waxay ku sugnatay iqraarkiisa laakiin sinada gabadhu wali ma sugna waayo inuu yiraahdo ana ka sinaystay de shahaado ma noqonayso iqraarkina waa xujja isaga ku kooban al iqraaru hujjatun qasira culimadu qaaidahan waxay yiraahdaan iqraarku waa xujjo shakhsiga qirtay ku kooban cid kale uma talawdo haduu yiraahdo anigi hebel baa wax wada xadnay isagu ma wuxuu ku sugan yihiin هبل وحي كو خرانت انو اسقو قرتو سدو قرتاي وكله حدو قران وايو وخا كوما سغنان اسقا كان باي كو سغنتا ما عدين ايسو انو يراهد دنبغا هبل بان اسلا سمين عدين ما اقرارك هو حجه كو كوبن روح قرتي كليه ما تلاودو لكن مرخاتيد وا تلاابانو عدي مرخاتي عيد كو فريسا دي وخا ليغيا شهادتي سو اني صالح تahay نصاب كلي مرخاتي كو دمهستري هي مركا وا حجه متعديه وا حجه عيد تلاودا مرخاتي لكن إقرارك هو حجة قفك كوكوبان حجة قفك كوكوبان ويا مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس أنيس وخلهو وحدوتك تا ننكا قبرنا وقبوتك وإنا كان إليه يا أيوة كزنيس
فإن اعترفت هذي قرطو فرجمها رجمي ورجع حكوا دي هذي قرن ويدو ولا قتليه فرح لقى قاضي الله ما ندارين أيوب وحكنا الله ما صمين حين قن إسا وحن وحك السوقات الله حين هذا الكويري هبلايا كسر يستي وحك السوقات ملح لكن هذين قرن ويدا ما باشنا إسا إقرار كيسي إقرار كيسو يعني إسا واسقنا هذا زين مر هذو قرطي إسا واسقنا هذا كم هذا المحل كو كل عيي مقرنن ومبريس إقرار كيسو بريمي مركا وحوي على كل حال نبي قوحو الشاقة صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله لهن السبيل إلى هاي وضو إيا لي السبيل كنا وحوي وحدك زنادو أي لا دهي يا آيات سورة النور أي عضيصي وكذلك آيات كلا التلاوة إذا لنسخي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله وحي هيد آيات قرآن أولا أخرين شري لأنه منسوخة التلاوة وآخرين تهدب على نسخي لكن حكم كيدو باقي هو من مركا حكم كيدو تشرو باقي وان لقادم مركا ما انت تدك قاركود وين كيران وديدا رجم وحل يلهدو او قاربا وحي يلهدي شريعة الإسلام كومسونا الدنبي مركا عقابتي سو رجمي يهي وح رجمي حد اللي يلهدا شريعة كومسونا رقعان وحتى مركا دي عالم كالغي يقانو ومشايخي ودا دلو يقانو وين وكبار ايا كمدا اي قاركود لي هي شريعة الإسلام كومسونا وح رجمي اللي يلهدا الروح عندها حلقو الدلاه وشريعة يهودية لا شريعة إسلامية شريعة يهودية وهي الشريعة إسلام معها ساسا مركا قاركود ايلي ادبابا وحولي لباطن سنة دادك كقرين يبو الارنكا 20 سنة ايان ارنكا دادك كقرين يبو ان رجمي قوية هاي شريعة يهودية انو يهاي لكن شريعة إسلامية انو هاي علماء دي إسلام كأهل الصنون وحي كو اجمع سنايا سلفا وخلفا رجمي قوية انو يهاي شريعة إسلامية محمدية انو يهاي او منزل او يهاي رجمي قوية الى هاي سؤال دكي عمر بن الخطاب نا حديثك الصحيحين كواكي كو خطبة ديهي اي لو حنك بقيا هدي وحوي وقتك ديرادو ان ايدتك قاركود اي آيات الرجم انكران او فيضل بترك فريضة انزلها الله لما داي كل ما انفر الالهي السودة شيئي ضفرتان كاي ضفر ايان اي كل ما يعني تقست اي كتك ايان فريضة الالهي السودة شيئي اي كل ما فيضل بترك فريضة انزلها الله تركه مرنا وحو نقضى تركه فعلا مرنا وحو نقضى يعني تركه اعتقاد أي الله وضع النوع با مربا مدو دعا آيات الرجم قنا إلهي واسودك شيئي قرآن كان واقصوني وآخريني وأوليني نبي قنا وار رجمي يعني ساسي يضاب مركا أشهد عمر بن الخطاب صحابة رسول كان صلى الله عليه وسلم عيد كم بدون كو إنكرتي مكرين حديث كان وحو قصوني صحيح أي قصوي وفي الصحيح وكذلك حديث فربضاً وصحابة بضاً وكل الدول لقصوا ورياء الشيخ إيسا قولاً وفعلاً النبي قلت إنه ساو السمي حد كان رجمي صحابة للرجمين وكمدي هاي ماعز وهي كمدت هاي وحوية قبضي يعني ونيسو دري وهي كمدت هاي قبضي غامدية دي النبي قلتمي صدح رمض والبا النبي صلى الله عليه وسلم والرجمي وكذلك اللبدي يهود أنا النبي صلى الله عليه وسلم والرجمي أحاديث فربضاً وقولي وكل الدول وقصوا أرورين أول شيء مركا قرآن كي حديث كي إجماع علماء أهل السنة أي أنت بكسرين مركا سام أنت ذاتك قاركود أي إنكر يانو لي رجمي ومتشرو لا رجم في الإسلام أي لي إسلام كرجمي كمسرنا يعني وحوية ذاتك سعرنا يانا ما هو حوية ذات أن وذات الله أقون أو ذا وحوية مركا قال الرعي وحلم ذا ليس لي قانو أما مركا قارن شريعة وحبك أقول له يقانو ee waxa ku jira dad loo yaqaan culama kibaar oo waaweyn loo yaqaan oo magacoodu mashriq iyo magrib ka dhacay kutubo iyo rasaail farabadan leh maantana waxa weeye marka mashriq iyo magrib dadku ay ka yaqaaniin ayaa waxa leeyihiin marka islaamka rajmi kuma jiro sheekh ayri sharaacada islaamka kuma suuna wa arri yahuud marka xaqeeda ka yimi waxa loo oran jiray maxamed abu zuhra oo culamadi azhara ayu kamid aha وحنا كسر النقلية قرضاوي لفتي سايا كسر النقلية لكن استقوا حوالي قائل كيرين ماءها عبارة عدد استعمالي إنك استويروا كل وهي أو يلحد ماءها مركز الرجم يقو هو تعزير وهي
مركي للسمايين التعزير هم باللو السمايي عصر غنان وعمل فرانا مصورة قالها مركا عبارتي وحوية سيدي السيحوغا وخفيفيي الساقنا وانو التقايبو ليو وحان دوني مؤتمر مران يسوونمي واهو ربن تاي وافرية الضواطن كمالها سو ربن تاي الشيخ مركا محمد أبو زورة مركا وحو يلي وحان دوني إنان مركا يلاهدو مركي داتكو كوة دكعين عبارتا مركي إسا سيدان كداه سيدان ها أرنن قد يدوا كوكود دوهي دوهي يقديدي مؤتمر كي وحي هيد بول مدن بين ان سغن ما ادنو كي دمنا وحو يم سورا غيرين ان سغن ما ادنو غيري دي ايا كسو غادي ساسو ماركا اوغ سو نقليي عاد كو اركي كارتا ندكا اسغو دي ماركي اسا شيخ مقلي مقال اه مساله سا اوغ هدليا مذيعو ادلك ماركو كو خيليو ويلاهدو ارينغان هادو دحاي هادو وخا لوران كرا وا منسوخ سو ماها ماركا سو ادنا يا وحو وي دي حد ما هم منسوخ نقدا ليس بحد انما هو تعزير تعزير يعني حل للسمايه يا هي حد ماها اسو مره راي اساس اورن يا شيخ كان او كسو نقلين انه كدو يا انه وا شيغيا او تلماميا لكن عده مره انكرت عصر قد وا بدنيين وقار بدن با مره اسا مره عصر قد مره انكر عصر انه جوغنا وا اسك عصر عجائب او وقت لا يا بدن احيال بدن وغرائب وا صبحين مره وا هو على كل حال رجم وا شيء شرعي اه انكار كلا انكريانا وامد وحوي شريعه الدئان وافقين ان شرعه كهر من يوم سادمه كسمينيا وهي marka waa arin dalaal ah umar ibn khattab nahru u sheegay waxan ka baqaya dadka haddu waqtiga ku dheeraado in ay inkiraan marka isa rajmiga oo fayadillu bi tarki fariidati anzalaha allah umar ibn khattab hadiska marka sahiha isaga sheegay in ay dalaal tahay inkaarka arinka la inkiraa waqtiga haddu dadka ku dheeraado waxan ka baqaya buul in ay inkiraan أو فيضل بترك فريضة أنزلها الله لأن كل من تجسد كتجا أن ترك هذا وحوجش إذا إنكارك دفرست أي دفريان فر الإلهي سودك شيء أي دفريان أنا كل من بان كبق يبل مركع إنه وقت هذا قارك الشيء إنه ضدك قار أو إلا إنه هاي صاي صار سيد أهدين وحين وجش الناس أن لو جكت سومن اللهم ودنساسين إسلام شرعياته وشرع هذا إسلام كائن للدافع واللبياميه واجب شرعي ذلك قار كل لكن اكتوده وحا كوين يعني الشخص قال لا يابا شرعي انه كلا وين يعني حدو الشخصي شرعي كو غفو كيف كي سين لعديو لا يرادو ارينكا او قفكاسي كو غفاي خاصه ادو ياهي قف وين او ده لو كتسومي كرو او سي ان ارينكا لوو كتسومين او كلا لو مغعابو قودي ما مغعاونو انت بدن واحد كو كافتونا ذلك قار باسي لا يري markaasay nu cadeynaa waxa yiraahdeen adillada sharciga inuu ka hor imanayo inuu tilmaano mar marka qaar koodna waa dhacday in la magacaabo waan laba tariiqo nabiga sallallahu alayhi wasallam u sameen jiray marna waxa weeye inaannu magacaabin cida qaladku ka dhacay waa sida marka uu sameen jiray badiba marka qaar koodna waa sheegi jiray oo waa magacaabi jiray ala sabil misal hadis badaw waxa ku soo arortay nabiga nuri sallallahu alayhi wasallam ma balu aqwam يفعلون كذا وكذا أقوامت ما مقعابي تدحال كود محوية إساء يساء صمينية ما بالو أقوام يشترضون شروطا ليست في كتاب الله ما بالو أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا حديث لم يدع مركا قار كودنا وحديع شرتي إنه مركا دي عدة مركا وحوية توصهان مركا وشيغو بئس خطيب القوم أنت أفتان أنت يا معاذ يعني وحوي الله بده مركا الطريق مد ولبا واجرتها مد ولبا واجرتها أدي لذا نواك الصغنطة مركا واحد لو شيء يا واحد تهاي واسيل لو تنبيه هي قالت كأن لو جكت سومي أيضاك قار كود بعد إكرتا هدي وحوي دائم مغلان وإذا أكتيس كوين دو أرن كم مغلين وسك أقبل وسك قاتو يا مركا وحوي صدق الله ما جعاب يا ساسو كلوي لكن الشرع إذا دفاع للدافع يا وكم مهم سنت الدفاع الشخصي للدافع والشخصي الشرعي وايما يعني هو يدك قاركود وكو قريان وارنيان ارنك نوعا سقلد ميه مركه لو يراها خورنها وخلط الا شيغ ما تهي ما شيخ يا اللي شيغ بورنيا اما شيخ فلان اما شيخ علان يا اللي شيغ مساله هان هدا دونت او هدل لكن هبل وح لا يراها اسك الان يعني تاسو كل مركه اي اساسو كل ارنيا تنوعا سي مركه اساسي قلد وتهي marka waxa weeye soomaalidu waxa weeye qaaniin qofku
هذانو مركا شخص الشيخين ده الشرع عطينا نوتشيدو لكن هذو عذب ما قعابو شرع جوا كت الله بيكلين حظا دقو ما قعودي كلين حظا ما قعود مركا وحوية تنوع عسي يعني وحوية سحمها أصل كوحية هاي إن مركا الروح مركا لما قعابين هذان مركا وحوية حاجدو أين كان صن لما قعابو والله كافتهم ما بالو أقوام يفعلون كذا وكذا لكن هذي وحوية مركا تعيين كل لباهدو ومصلحة يكون ترتجارة ودتك قاركودا يكون كتسومي كران هدي عن لوش يجون أرن كائن كبر أبوك سنين ده وحوي حال كنوع عصو كلا وحلبها هنا يا تعين كلا عيما يا لبانة أيضا ضمبة والذان يأتيانها منكم فآذوهما لا بقول بكو شرع ولا ماذا قارو حيكو حمبارين لا بدي إنن أي ستجي وحليها اللي واتك واحد زندي لا ولا لا لكن عن الزنا هاي والله بلب أما اللبن نن أو يسطقه وفعل كحران تأصمية اللي واط فعلوا ماذا قاركوا حنبارين وحنا إلى هذا وحق قرينا دمر كهرا الله صو الشجع آيات النوح على جو الشجع اللبا أيال جو الشجع اللبا دي هذي اللجو حنبار لها نن يجبر سن الزمية هذي اللجو حنبار لها منكم بال لجو خيدي مركب بيان ك منكم لجو خيدي يا دمر كي إنكار الله صو الشجع منكم نرجع أيون نغنيصو وحي مركا تاسع الضينا إساء إن لبن إن لو تشيدو لبن إن لو تشيدو أي عضينس طهرين مركا وحوية علماء قار كود قول غريب إلي ما دينا وحي إلى هذين يدنا وحا لوحا مبارا يدو مركا هذا إسو تقان أو آية طهرنا وحي كو سابسنت هاي السحاقات آية كو سابسنت دو مركي يقو يسو تقي مفسرين تقار بارنا آية دمنا وحي كو سابسنت رجي يقو يسو تقي آية كو سابسنت لكن على كل حال قول كاسي قوي ماءها ساساوي أكثر كمفسرين توحي قبان آيات دهورة إنه يكون سابسنت الزنا دي دمر لقى الزنا يستا إنه يكون سابسنت فانضمنا والله يسكوها إياه ووحي يكون سابسنت هاي الرق وكلية يكون سابسنت هاي مسيه نين إيو قف دمراء الزنا السمية يكون سابسنت ساساوي دي الجلالين كل بدا قول بوا الشيء يتنم بيه وحورنا إياه الزنا أو الواد أي ورمي هيا شمرك الدنبه وحو أرجح إياه وإيلان إياه السيوطي إنه تهي لواد كي إنه يكون سابسنت عنا قرينا كرنك إياه منكم إن لغو قيدي أيو كاردين لكن علماء قار كودو حيا منكم مع الضينا يسو إن وحاوي دمر كأين كتشرين ويا رقية دمر بركة الله يسكد دارو رقا إياه لغالب يانا مركا شمعي وحاوي رقا مركا رقية دمر الله يسكد دارو دي دمر كنا واسوق بدقليا وكانت من القانتين من القانتات لمورن من القانتين مريمنا رقا كما يمضى هاي لكن مركي رقي قانتات كي قانتين تي لسكو دراي ايا دو حلقه دغاي جمعي القانتين ايا لغه دغاي مركا وحوي على هذا يعني وحوي نينكي يقفكي دمرها الزند السمايي ايي مركا علماء قار كود اي كو خنبارين اي يرادين تنا ساسي كو سابسنت سداس ايي مركا كو سابسنت مركا وحي نوقنيسا حديسا لغو خنبارو دمركي لبا ارين با لغو سمينيا ان غريحنا لغو هيو يعني تي إذا جينا إلا وذا كان رجع إذا جسنا وح نغنى يا إنه حوي مركا هذا اللي لقوا إلى هذا ما ذي لاحي كحشونين سيد وحوي إلى هاي مركا وعاصضي أما مركا وحساس سنا ولتمي ربي ما أتكب خينين هذا في الكاحم وق عضي هذا اللي النوع عاصض ضمير كروح تابنا يا أي مركا لقوا أرنا بعض أهل العلم إذا جو بد الجريء إن مركا وح لقوا يروح نفان كرنا واتشران يري وحلوت شيء ذا الصب وضرب بالنعال إن لعايو يا إن كبت أي لغو نفتو هي اللغة شيدة يعني وح لغو يرى مركا لغو يرى نفتو لغو يرى برفسي يعني أشياء هذا النعاس لكن بدل كعلماء ضرب ما يجود الجلين إذا جو حل لغة شيدة بيلادين بالقول أراه ذا إن لغو نبيه هي اللغة شيدة سداس أي مركا اللغة شيدة الله وحده واللاتي دمركي يأتينا الفاحشة الدم بجي حمال لي مي الزنا دأها من نسائكم حال دمركي نكم ديهين لو ما تشهد الدمرك قبتان وكلية وحلو تشهد الدمرك مسلمات كحالي كمدهين فاستشهدوا عليهن مرخاتي أرادية أدونا عليهن أي على زناهن زنادو دا مرخاتي كمرخاتي كعا أدونا أرادية أربعة أفر مرخاتي أرادية أدونا أفرنن أفرتانين مرخاتي دا أهو منكم إذن كايدن كمدا بمعنى مؤمنين تكمدا وانا إني مرخاتي قليهين ويعدوليهين فإن شهدوا هذه مرخاتي كعان أفرتا مرخاتي سندي هذه كمرخاتي كعان
زنا سيء وقمر خاتك عيانا وحين قن يسا إن يوحوي فعل كزنا دو مركو دعيي إن إنده هذا كهيي كما نفلا إن يلهدان مركا وحوي ميل بيكو ذك شرين إياه وحيالا مركا اللهم إذا مركا إنا يلهدان وإن فعل كي الزندة حقيقة إنه دعي وإن يهبين الله بدا حبنا دين يسكو شرين وإن مركا يهبين وإساسي لا أقايد هذا يتاكا مركاتك عوايان يعني وحي نغني إسا مركاتك إنو تشبي مركا سيدا مركاتك شروط عين كاسال الله لا وأدقتها ساساودي غالبا عدي سنة حد كي لغاو فيي غالبا وحي أهان شرين عدي يوغ مركا يدو إسكانتي أقراطي علماء قال وحي لهذه عد مرخاتي هذا عين كاس أفرت أه شروط ضالها فعل كيزين هذا صدق أهو بصدى أفرت بقى يكوى ذا مرخاتي كعين لبض حبنودين يأركيين ويسكت شره يعني وحوي تاريخ الإسلام كان لقمه يبي لهذه أري حقيقة ويما صدق اللقط كي وحي نغطي مد وحوي مركا عصير المنالة صدق الله لا بقى يعدكت لكن غالبا وحي أهي عدي حدثك اللي قفوا لنا يي عدي يضو إسكانتي وقرطي فإن شهدوا هذي مرخاتي كعان والزنا دي سيدا وغا مرخاتي كعان فأمسكوهن وحاكو هايسان في البيوت قريها قده هذا كهيا وقريها كحبسا يين كسو بيحن قريها دو مركاس حتى يتوفاهن الموت إلى جيردو أي أوف سنيس دي جيردي وأوف سيغن لفتي سيوي مركاس شايدا نوحاوا يعني ساقي الله نسبيا دمسورة قلها مركاو حلقات الماما يا أي ملك الموت أما ملائكة الموت ملقي جيردة أما ملائكتي جيردو إلى أي أوف سنة سالوتيلا من باب حذف المضاف أو يجعل الله لهن سبيلا أما إلى إله ويلا يودو ويلا مركا آيات منسوخة معها أي مركا علماء قاركود يلادين وأي غاية حكم كاسكو حبنا إلى غاية ذا لقيه ليو وصدا سي أي دعي قريها كوهيا لي غاية دي مركي أي دعضي إلا وحوها حكم مغين بغاية حكم غاية الله يلي وقت أم انتي سي وقتك سي مركي أي دماتي يا حكم كي كلا لغو عمل فلا مركا باب النسخ النغن ما يسي لدي علماء دقار كود علماء دقار نوحي لها ما يباب النسخ واسوق ليسا كل ليبا ما دام حكم كان هديئا لزول لهين وأن لكريال لهين وباقي النغن لها حكم كان لغو باقي يلي وحو النغن يا ناسخ كان وحو النغن يا منسوخ بالنغن على كل حال خلافك والله فضي والله فضي إن أنتن هذا لو عمل فري ولا يسلو قلي هاي أنت كلي حكم كلي حد كقصة عروري لو عمل فري أنا ولا يسلو قلي هاي مركب منسوخ ما لو إطلاق يا مسوى حكم غاية دي سرنا ما طال عرنا يا منسوخ ما أها وقت كيس بس مركب هذا تجي مركب وحوي معنوه وإسلكي وإسك خلاف لفظي أو يجعل الله وحيقعد فنتهاي حتى بيقعد فنتهاي أو إلى أن يجعل الله مركب وحنا نغنى يا يسونا متغاية ذا كحران أي مركب نغنى بعض أهل العلم يقول أوضوا بمعنى إلا نواتشران لكن وجه غراسي في عن وإن حتى قعد فنت أي نغنى أو إلى أن يجعل الله لهن السبيلا وحبيس قريها مركب غاية للإمساك أي نغنى يجعل الله لهن السبيلا لبضا مد إلى إدعيس والذان اللبضي يأتيانها الزند الليمي إنك يقبرها منكم حال إذنك إذن كم ذا هذين أما ولدان اللبضي اللبا اللي واتك الليمي إيه ستكي منكم حال إذنك إذن كم ذا هذين فآذوهما دبا دبتا سوح نغن يا أراه ذا إلغو دبا يعنانت يا دقالك فإن تابا هدي أي توبت كينا وأصلحا أيها قاتشيا عمل كودا فأعرضوا عنهما كتشيست صلاح ودنا وحكو عدانا يا حال الدو دين إسبدشا يكو عدانا مركز الزمن أيا الإيغيا إنو حوي الصلاح ودعوه على ماذا قال كود وحيا الصلاح وحال الإيغا مدد قفكو مركو التوبت كين كيسوني هقاقين الإيغيو ودد السند أبا الإيغا بيلادي سيدا مركا عمر بن خطابي لغا سوري مدد السند كأمركا لغا تشوغو هديو حوي حال الدي سوسيدي هو رأي النقو ويدو أو كفي عناده أو حمانتي إسكدايو حلوني والروح صالحة لكن هدو ما المروح انتو يروون أكسناده هدنا مركا هل في سكم ميسو يو حوي الصلاح مدعين يعني الددك قار كود بأدمي مركا كود عان وحلقا يا مالمين ومركا يسايا وناك يرمو تشيو لكن وحوي مالمين يرد بديد هل في سينو كميس مركا كنو عاسي وحوي الصلاح مركا مدعين مدد الصلاحة وحي علماء دو إلادان جماهرته وحل إيغيا مدة الصنع أيها الإيغيا بيلي صبيغ بن عسلي نكي لورانش ري خارجي قاها عمر بن الخطاب مدسن ذا أي السوبي يا
مركو يدك كي جرود كدهرادا متشابهات كقرآن كره راعي عمر قراعي دتك وحول مركه الله فري السنين هنا ودواننا دتك وحيكون هذا نك هو ونكسنا ذي حتى لو حس غي عمر بن الخطاب مدس النضاء دتي صنط كأهم مركي واحدة بكسهم وقوائين النوع يأكلي أي نقطي وناقي إنه حالتي سوق صعته مركه دبديد بك قاضي حجرجي يعني وك قاضي يا وحوي عزل ذي لقى دهرادي مركز سوق قاضي حكم كلواتك فقهاد وكوك الدوينيين فقهاد قاركود وحي قبان لواتك حد كيسوحون نقونا إياه مرلي بقتلي إن إلا بإلا لدلوك وانا صيد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لغا السوري حديثنا لغا السوري حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به النبي صلى الله عليه وسلم كي آيه الشان فعل في قوم لوط وكلئن الصمين أيه يعني كي أصاك هشان فقتل الفاعل والمفعول به كالسمائية كاللقو السمائية اللي بدأ بدلاء أيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان علماء قاركود وتحسينيين وحين هو حديث قوي وحسنوي وحن اللوت شهد والمفعول به وإن اختيار أي كل عضي وإلا مركز وحن كمفعول به وهدي أنه مختار أنه أهين يعني الروح مركز وين ووحك للدوران اختيار كيس أرنك أقبلي أنه أهين حكم كان يكفر ماي يلا بدأ اختيارا أرنك أصمين إياه فقتل الفاعل والمفعول به وانا سيد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أي فتوى ذيل وقت النبي مدعين روح اللواط مركز سمائي وقت النبي مركز مدعين اللي مكيرين قرشنا كما إيمان مركاتنا مركز مصعدين لكن وقت الصحابة أي واحد عضي عد فعل كاسمي سين لها لي لأن الصحابة ويسوي مادين ويسوي الدين نكرنين أطاقة محاين وكل سماي النابي صحابة سويدية صحابة مركا أرقا كالشورين وحي إلى هذين دنبقا أمد قرى السماي السي أمد دينا إلى هاي وعقابة عقابة قرآن كالله ينوغو الشيغي أيا لغو عقابة عند يعني دولكي كسو نايين لفتشيي صار الله قاضي لسو فوروريي لسو دبقديي لقحانا مركا لغو سوروشي وعركا لغو سوداي مركا ساس أودين صحابة وحي اسكو وافقين إلا دلو هيا شو حيسكو خلافين سيد اللو دلي قاري إلى ذهل القبو قبيتان كنا وحوي وأرن دي قال ذو حديث باكور إيمانية والنبي قوحر صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار دب يعني مركا عيدكم عذابه عدي دبك أو ربك أهيد مو يعيدك لكم عذاب تضب يعني هكو عذابنا صحابة قار كود وحي السيف مركا اللو دلو وكركا هلقات شراء صحابة قار كود وحي إلى ذهن مي ومدي سيد الله عقابي سي شبه إزه وإن روح الله عقابه محل قصمين يا بور بعد لذة الصارة يا بني لذي صحابة قال بعورنا يا بور تمرك الصارة حق أسرة يسال الصارة يا الله قصة طورة يا بقى حنا هالكسر لقد بكيني سيد السال قد لي مرك قول كل صحابة وحي هاي إلا دي لي لكن كيف يلا دي كيس وخلافه فهذا قاركود وحي قاتين إن سيف اللي قد لي يمر لي بقى فقتل الفاعل والمفعول به حديث قاصي مرك كعمل فلان حريرة من قتل جو حق غالبة بالصيف إنه كرعي على ماذا قاركودنا وحي إلى هذين من فقه هذا قاركود زنا ذا لها ليشينية ووحي إلى هذين لواتكو والنوع الزناء زنا ذي ما حيكو فصرين زنا ذي وحيكو فصرين وإلى هذين زنا وحي إلى هذا فرج حارانا إن لا تقو أي زنا نقن إدخال فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا مركا لواتكو تعريف كالزنا ذي وقود قيل يا بيلا بعض الفقهاء سيدا سأود إذا هدي قور هرانو صمر إن هلا تشهد له بغل كي تشهد يا مسافرين تصنّد أهيد هدي قور هراء الصوم مرينا نجح مركها اللي قرر جماه اللي قدلو هالكاس أي كسارين مركا على كل حال تازين هذا إلا هليشين يصح ماها أو الكصحيح إن شاء الله وينو مركا نقونا يو قاتل اللي مركا حكم كيس مر لي بقول نقونا يا مقور هراء الصوم مر أم يا الصوم مرين أي مركا وحر نجح أن اللي قدي لينين السيف اللي قدي لأيو فقتل الفاعل والمفعول به سيدا الصوم مركا وحر نقونا يا سيدا مركا قوي غير راجعي فإن تاب هدي أي توبت كنا وأصلح أي هجاتيا عمل كودا فأعرض عنهما كتش يستحقودا إن الله إلهي كان وحوى هذه مروى البنية هي توابا متوبة أقبل بضن رحيما مدن حريص بضن بو إلهي هذي الكاهن وقد شوقه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا